نحكو شوية. كاين نسمعو بزاف ناس تقول لك لا لايسيتي لا لايسيتي لا لايسيتي اون اني بالاي كي فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن الدولة. انا حبيت نفهم هذه دوكا هذه الدعاء فصل الدين عن الدولة، وكيفاش حبيتو تفصلوا عن الدين عن الدولة؟ شغل كيفاش حبوا يفصلوا عن الدين عن الدولة؟ صح انا ذاك بون لا لا يسيت هذه تكزيستي في بلاد وحده في العالم خلاص وما قدروش علاه. نعطيك ان اكزومبل، موال جور فيري مدفوع الاجر، لاسونسيون، كاع الحفلات الدينيه المسيحيه مدفوعة الاجر. جو با لا يسيت هنا اسمع بلا قلق يا اسمع خليني نهضر. لو سول اللي ما راحش للفاتيكان ودار ميدايا تاعو تاع شوفاليي دو لا غروند كاروا ولا ما على باليش دي فاتيكان، سيتي جو كرو شيراك باغي يروحو داوها منهم ماكرون. كي يقول لك لا فرنس ارا دي زوريجين جوديو كريتيان، بيان سور هاتيك ضرب الشيت اليهود، مي ارا دي راسين جوديو كريتيان. شوف لا لايسيتي هادي خرطي، انا ما نفصلش الدين على الدوله، باسكو دابور الدوله ما عندهاش دين، هادي الاولى. ثانيا انا نسمح بكل الديانات ونأقلم القانون انه كل انسان عنده لا ديكلاراسيون دو فوا تاعو عنده الحق انه يعيش الديانه تاعو او المعتقد تاعو بقوانينها. بكري وقت فرنسا الناس ما على بالهمش بها، يافي لو دروا مسلمون لو دروا كوتومي اي لو دروا ريبوبليكان ثلاثه. علاش انا هما يقول لك فصل الدين عن الدوله؟ انا نقول لهم علاش ما تقولوش فصل القانون على 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 كل اجهزه الدوله، خليوا شو الابارونتيات. نو القانون نو القانون القانون شوف اسمعني اسمعني شوف اسمعني مليح اسمعني شوف القانون كي تشوف البرنامج نتاعنا حنا منفصل عن السلطه التنفيذيه، باسكو معنا الحشوه الكبيره شويه يقول لك استقلاليه القضاء، والقضاء تبع السلطه التنفيذيه ما يقدرش يكون مستقل، لازم يكون كيان وحده وتكون لايارشي تاعو تابعه اكزاكتومون الى هيئه منتخبه من اوساط الشعب او اوساط الحزبيه، هنا تكون استقلاليه. بصح الا كان العداله القضاء، القضاء ماشي الوزير، الوزير اون فيش، الوزير سي دلامير، القضاء يعني لا ماجستراتور في السلطه التنفيذيه، سمارش با سمارش با محال. حنا في البرنامج تاعنا فصلناها فصلناها وتشوفوا لا كومبينيزون اللي درناها، قسما بالله سي اون انوفاسيون ستركتورال بوليتيك، انوفاسيون حقيقيه والله اللي تلقاها في دوله. باغي نقول لكم حاجه باش تفهموا، حنا النظام الرئاسي تاعنا يديماري نظام شبه رئاسي يقدر يكمل برلماني سيتو في نفس الحقبه الانتخابيه. دونك باش نولوا باك لوسمو، الناس تقول لك تقولوا معليش علاش راك حابب اني طالايك، يقول لك باسكو لا لايسيتي تحمي كاع الاديان وتحمي كاع حقوق كاع وشمو. نقولوا بصح اللي نقولوا القانون ثاني، نقولوا القانون هو لوريجين تاع كل شيء، القانون هو هو اللي يستفاد صوالح، استادير واحد اللي يكون ماشي مفهم الديانه، واحد يتعدى في واحد القانون هو اللي يحبسه ماشي لا لايسيتي. انا هذا الشيء واش نعطيك، قلت لك لوسما لو بي لو بلو لايك اللي خلق لا لايسيتي هي فرنسا. مثلا كي داروا قانون مثلا نتاع لو فولار، لو فولار ما قالوش لا كيبا ولا، ومن بعد قال لك تو لي سين اوستونطاتوار ممنوعين. ابا نقدر نقول لك حاجه، تروح للاداره الفرنسيه تلقى نسا بلا كروا مع اللي قاه هنايا، تلقى ناس ان بو بارتو الا الفولار ممنوع، صافي دير هنا اوني با لايك باسكو سان اكوترمون، هذه قضيه تبسا. هاي أنا قال مرتي عندها شقيقة وتحب تدير الفولار، ديرت نحي ولاتها، نحي السورات لي سور نحي لهم برك، كي يجيو نسا داخلين ليكليز نحي لهم الخمار نتاعهم، باسكو كل يوم الخمار فوق راسهم ولا شابو. صافي أنا مشكل تاعي مش الحجاب، باسكو نحبش الحجاب أصلا ما يكزيستيش في الإسلام تاعي أنا. بصح نعطيك لو تروك يفو با إتر هيبوكريت، فوالا جوست جوست صايي فو با اتر ايبوكريت. واش اسمو انا غدوه حاجه وحده، حاجه وحده نقدر نقول لك حاجه وحده في النظام تاعنا حنا، حاجه وحده هذاك الجلباب انتغرال ما كانش ممنوع منها باتا بحكم القانون. ماتنو مرا تلبس حجاب جو سي با، انايا ما تقلقنيش، حريه خاصه، حريه شخصيه،
السيدي حرية شخصية بك، حرية شخصية اوني داكور، بصح وشنو ما ديري ليش انا جمعية خيرية للحجاب وتولي تدخل لا تولي لا تحفز لا في بروباغاندا، لا 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 شوف، هذاك فهمتي يسميه، مش حبيت نقول لك. هذاك يسميه البروزيليتيزم. لا شوف اسمعني مليح، حرية شخصية، حابة تلبسي الحجاب ما دام تلبسي الحجاب، حاجة واحدة. لو مينور والله لا مينور بحكم القانون راهي في أمر الدولة حتى تبلغ الرشد نتاعها القانوني، يعني ما تقدرش تلبس الطفلة في عمرها 60 الحجاب، باسكو سا سرا، كانوا كانوا يديروها سا سرا اسمعني، سا سرا النهار الاخر اللي تشوفها فيه تتهبط للصحراء وهي نحيلة الحجاب. إذا القاصر، كانوا يديروها تبع معايا مليح، القاصر، القاصر لا تجبر، ربيها اقعد في الدار طبل لها في راسها، وانا طبل لها في ليكول وانت طبل لها في راسها، نهار تقفل سن الرشد نتاعها اللي هو عندي انا ماشي 18 دابور، حنا سن الرشد الذكر والانثى عندي انا 21 21 سنه، نهار بصح ماشي بيرمي، بيرمي 16 حقبه، بصح 21 الرشد القانوني عندي انا 21 لا لبست طفيله الحجاب يا خويا بصحتها ما عندي حتى مشكل، تروح تقرا به في الجامعه وتسوق به ودير به الطبيبه وتقاجي به في الارمي الا حبت، ما نحيولهاش، نخلق لها التوني بالحجاب في الارمي، ما عنديش مشكل. بصح انا بالنسبه ليا الحريات يجيو مع الحريات الحقيقيه اللي هي حريه الاختيار والقناعه الشخصيه. شوفوا فيهم دوكا البنات تاع 6 سنين 5 سنين لبسوا لهم حجاب، عباك تشوفها والله العظيم غير 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 ماشي غير تكرس. انا ما شغل انا ما نكرش، انا شت بن سلمان هو برك ربي عطاه البوفوار، انا 10 خطرات اكثر من بن سلمان. على بالي على بالي بلي ماشي غير 10 خطرات، بالك 20 خطره كاع ولا 20 خطره ما تخافش. ني قلت لك بصح احترام، احترام الحريات عندي حاجه مهمه في لا كونستيتيوشن تاعنا، لا ليبرتي دو كونسيونس اي سورتو لا ليبرتي دو بيرسي اي ديكسبريمي سا بونسي، يعني عندك حق في حريه التفكير وحق انك تكومونيكي بارابور واش فكرت محمي. بصح الباقي واحد غدوه حاب يعيش هكذا، والله اون دام ولا اون جون فام ولا تقول لك انا لوبسيون تاعي سي با سنيه مالكيه ولا ما عندي حتى مشكل معاها. قلت لك تدخل لابوليس تكاجي تكاجي بالحجاب، تولي بيلوت، طبيبه، تسوق سومارا، ما عنديش مشكل مع القش، احنا الدبز مع القماش. انا حبيت بك نقولوا مع هاد الناس، هاد الناس تسامي حوسو ايطالايك 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 خلينا نقول لهم سي با لي لا لايسيتي كي كي اللي تحفظ لك الحقوق تاعك واسمو، سمعتني سي لو دروا، لو دروا هو اللي يحفظ لك حقوقك وي شوف كيفاش يقولوا شوف دي ليبرتي، تعيش لا ليبرتي تاعك بيرسونيل تري سامبل. نعطيك انا ان اكزومبل دو ليبرتي باش نضحكوا قصرا، مي سي اون رياليتي هكذا. انا تروح تسكن في عماره في الجزائر، قبل ما تدخل المنزل نتاعك للسكن هذاك نعطيك القانون العام، قال مثلا الاشغال ما تكونش في الويكاند، تكون في الجور دو سيمان من الساعه مثلا 7 صباحا الى الساعه 5 مساء با بلوس، مثلا قال الموسيقى ولا الصوت ولا ازعاج الجيران ولا حاجه يمكن يؤدي الى غرامه ماليه وتدخل قوات الشرطه. علاش نحبك تعيش بيان في الايمابل انت وجارك يعيش بيان وتعيشوا بكل كيما نقولوا حنايا اون هارموني. شي بالك فهمتني فوالا، بصح كي نخليها لك انا صوت اه تجيب بنت جارك جايه من الجامعه كملت انا اكزامان 6 تاع العشيه رانا في الشتاء الظلمه داخله الايمابل جماعه حاطين لماس وطلعوا والكاشيات واحد يطيح الهضره واحد يقول لها كلمه، ماشي حياه هذه، باباها يعيش الموفيسون يماها تعيش الموفيسون. هنا ولا هنا ولا قمع للحريات لعدم الامن، والامن شكون يوفر؟ توفر الدوله. وقال لك المجتمع المدني، المجتمع المدني حي، علاش سيد 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 وقال لك المجتمع المدني حي يا خويا. انا نبغي سيدنا تبون، سيدنا تبون مسلمين مكتفين عنده برنوس احمر وقاعد في الكرسي. ايه تقول سيدنا المجتمع حي ومدني حي ودام الدولة ما تدخلش، تقول الدولة تدخل، انا ما
ما تدخلش يا اخويا، خلي المجتمع حي هو يشتف امور وحده. دخلنا في الدولات ثاني والله، الله ما حقاليك يا